السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نصايبوا حلقات بسيطه جدا، والاهم ان مكوناتها جدا رخيصه وفي متناول الجميع. غادي نحتاجوا كيف ما كتشوفوا معايا الصبره ديال الحرير اللون اللي تبغيو، عقيق، العلاقه اللي كتعلق منها الحلقه، ثم قطعة كارتون باش ناخدو القياس اللي بغينا. غادي نبداو نلويو على قطعة الكارتون وديك المسطرة والقلمين باش ناخدو المنتصف ديال الكارتون. بحال مثلا انا عندي هنايا 7، درت 3 طونس 3 طونس، خديت النصف في الوجه وفي الظهر ديال هاد القطعة ديال الكارتون. كنلويو، حاولوا انكم تحسبوا عدد الدورات اللي درتو. بحال مثلا انا هنايا درت 300 دوره، يعني كندور الخيط وانا كنحسب حتى 300. علاش؟ باش نفس القد اللي عندي في الحلقه الاولى تكون عندي في الحلقه الثانيه، يعني يكون عندي نفس الحجم، ما تجيش وحده عامره وحده خاويه. كنحصلوا عليها بحال هكذا وكنعقدوها من المنتصف، كندوروها باش نقطعوا ثاني المنتصف اللي عندنا في الظهر بهذا الشكل. هذا كنحصلوا عليها بهكا. ها هما بعد ما حصلنا عليهم بجوج على هذا الشكل، جوجيات صغار، بقى لينا نعلقوا فيهم العلاقه ديال الحلقه ونستعملوا العقيق او لا اي حاجه بغيتوا ديكوريو بها. كنحصلوا على هذا النموذج، هذا في الوان اخرين. الى عجبتكم الفكره وعجبكم الفيديو شجعوني بالاشتراك في قناتي، وان شاء الله نتقاسم معكم افكار اخرى اللي ممكن تستفدوا منها واشكال اخرى، اشكال اخرى ديال الحوالق وافكار اخرى بسيطه جدا ولكن راقيه ان شاء الله. شكرا على تتبعكم والسلام عليكم.